شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف جوسي من جوا ومستوية. يلا نتعرف مع بعض على أهم أسرار شوي صدور الدجاج بدون ما يطلع معانا ناشف ويطلع معانا جوسي على الآخر. الخطوة عندي هنا صدور دجاج ونظفتها. مهم جدا بأي قطعة قماش أو مناديل ننشف صدور الدجاج ما يكون فيها أي موي بهذا الشكل من الجهتين. بالسكين بشيل الجزء الزيادة عندي في صدور الدجاج. هذه الزوائد أقدر أستفيد منها بأي طبخة. لاحظوا معايا الجزء اللي في الجنب هذا هو. وأهم نقطة عندي المطرقة، أدق صدور الدجاج لسببين. السبب الأول أكسر الألياف عشان يستوي معايا بشكل أسرع، والسبب الثاني إني أخلي صدور الدجاج متساوية بالحجم تستوي من جميع الاتجاهات. غطيها بقطعة سلوفان أو ورق زبدة. لاحظوا معايا هنا الفرق بين القطعتين، هذه اللي دقيتها متساوية من جميع الجهات، يعني بتستوي معانا من جميع الجهات. هذه القطعة العادية نحيفة من جهة وسميكة من جهة، فممكن تستوي معايا من هنا ومن هنا ما تستوي معايا، عشان كذا لازم أدقها. الآن نملحها ونكون كريمين شوية في الملح لأنه الملح بيعطينا طعم جميل جدا. طبعا الفلفل الأسود أنا أحبه طازة لأنه نكهته تختلف جدا عن المطحون. هنا بابريكا مدخنة وإلى شوية مساج. وبعد ما تبلتها يفضل أخليها ترتاح نص ساعة تأخذ طعم التتبيلة. ونقطة مهمة جدا، لو صدور الدجاج باردة تو نطلعها من الثلاجة أخليها ترتاح أقل شيء مع التتبيلة نص ساعة لين توصل درجة حرارة الغرفة عشان ما تبرد الطاوة أول ما أحطها. النار تكون متوسطة والطاوة استنلس. خلي الزيت يتوزع في جميع الاتجاهات. بسم الله. خليها على الوجه الأول 4 دقائق. لاحظوا معايا هنا الأطراف تغير لونها. الآن أقدر أقلب أو بعد 4 دقائق. بعد 4 دقائق أشيلها. واحدة الأسرار أنها تطلع معانا من جوا جوس وفيها سوائل أخليها ترتاح أقل شيء 3-4 دقائق قبل التقطيع أو قبل الأكل. شوف مع بعض النتيجة بعد ما ارتاحت. بسم الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف جوسي من جوا ومستوية. جوسي. شوف قطعة ثانية. بسم الله. ولا زالت محافظة على الجوس اللي فيها. شوفوا كيف. واتمنى من الجميع انكم استفدتوا من الفيديو وعرفتوا السر في شوي صدور الدجاج كيف تخليها طرية ومن جوه جوسي. الله عليك ابو العز.